ما كانت العفيفة لتكشف سترها لو كان بالبيوت رجالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو الظاهر كده يا شباب ان احنا موراناش حاجة غير الفنانة مها احمد وتصريحاتها الغريبة المريبة، اللي الحمد لله واضح جدا ان استاذ مجدي واخد اجازة طويلة جدا ومش متابع المدام بتعمل ايه ولا بتقول ايه. بتقول انا جبلة مش بيحوق في اي تنمر وباخد برشام تنيحة، ما كنتيش هريتينا بقرفك وباسلوبك الزبالة. دلوقتي احنا كنا الاول متضايقين كجمهور لان هي عمالة تشتم فينا وطايحة فينا وقلة ادب، دلوقتي زمايلها الفنانين هم دلوقتي المستائين من كلامها. المذيعة مروة صبري بتقول لو الناس بتنصحها بحاجة من حبهم فيها، لكن الغريب والصادم انها ترد على المتابعين اللي بيحبوها اللي هم كانوا جزء اساسي وكبير في شهرتها، انها قالت يا جماعة اي حد هيكلمني كلمة مش عجباني هديله بالشبشب على دماغك ان شاء الله، والفاظ واسلوب غريب انا مش عارفة اقول ايه. اقطعوا النت عن مها احمد، ده رأي زميلتها فيها، بتقول لهم اقطعوا النت عن اسلوبها. اصل عمر ما في فنانة تقول للناس لو انتقدتوني هديكم بالشبشب. شبشب على دماغك، شبشب مين اللي هتدي للناس بيه؟ قمة الوضاعة وقمة قلة الادب وقمة عدم الاحترام اللي هي بتعمله. مفيش فنان محترم يرد على المتابعين وكده. ما هو ياما فنانين اتشتموا وياما الناس استفزوا فنانين كتير جدا، عمر ما حد فيهم رد عليه الرد بتاعك ده. وبعد تصريحاتها ان هي نفسها تشتغل عند اي شيخة خارج مصر وان هي مش هتعتزل للتيك توك لانها محتاجة للفلوس، ورد عليها المهندس الخليجي احمد حجازي اللي حضراتكم شايفين صورته. اه والله ده المهندس الخليجي. فقال لها ان هو محتاج ان هو ممكن يديها فلوس ومقابل ان هي تعتزل منصة التيك توك تماما، ويديها مرتب ضعف ما كانت بتتقاضاه شهريا من التيك توك. شفتوا قلة القيمة؟ هي فعلا كده قالت من نفسها ومن جوزها ومن ابنها باللي هي بتعمله واللي هي بتقوله. تسكت مها احمد؟ ابدا. تسكت ازاي؟ راح جاي رد عليه قالت له كل اللي انت قلته ده كلام في الهوا. يعني هي عندها استعداد لو ما كانش الكلام في الهوا، وان هو لو نفذ كلامه ان هي موافقه عليه ان هو قاعده في البيت ويصرف عليها ويديها الفلوس اللي بتاخدها من منصه تيك توك. شفتوا قله القيمه دي؟ على فكره كده بتقلل من جوزها جدا جدا جدا، هي بتوري للناس كلها ان هو مش قادر يصرف عليها. ياسمين الخطيب بقى بتقول لها ايه؟ بتقول اناشد المستشار تركي آل الشيخ يشوف لمها احمد شغلانه تنتشلها من السكوت وتعفينا من لسانها اللي بيدلدق قله ادب ووقاحه. لا حول ولا قوه الا بالله. دي تاني مذيعه المفروض زميله لها في الفن تتكلم وتقول ان هي متضايقه جدا من تصريحاتها ومن اسلوبها ومن كلامها. بالله عليكم عمركم شفتوا فنانه قالت لجمهورها هديكوا بالشبشب؟ اي حد هينتقدني هديله بالشبشب؟ دي اول مره في حياتنا نسمعه. تعالوا بقى للفنان تامر عبد المنعم اللي فعلا زهق جدا من كتر كلامها ووجه لها رساله بسبب تصريحاتها على التيك توك. تعالوا نشوف الفنان تامر عبد المنعم قال لها ايه. الزميله العزيزه والاخت الغاليه الفنانه مها احمد، والله راجل محترم، بعد التحية من حقك تعملي اللي انت مقتنعة بيه وتقولي اللي نفسك فيه وتطلبي من رب العباد ان شيخة خليجية تشغلك عندها طالما في حدودك، ومن حقك تشتغلي عند شيخة ومن حقك تجيبي فلوس من التيك توك وغير التيك توك وكل ما يستجد من وسائل تواصل اجتماعي وغير اجتماعي، ولكن يا عزيزتي ليس من حقك ابدا ان تقولي ان فنانين مصر كلهم راحوا لتركيا آل الشيخ، ولا من حقك حتى انك تتكلمي عن المجموعة اللي راحت لتركيا آل الشيخ للأسباب ديت. الأول ان مش كل الفنانين المصريين راحوا للمستشار تركيا آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة. التاني ان اللي راح لتركيا آل الشيخ راح لانه مطلوب في السعودية، يعني هو ما طلبش، ما حكش زي ما انت بتقولي انا بحك في تركيا آل الشيخ، وجماهيريته اتاحت له الفرصة انه يقدم اعمال هناك وبالتالي تمت دعوته. انت بقى ما حدش سال فيك ولا حد اخبرك. تالت حاجه اللي راح المملكه بدعوه من رئيس هيئه الترفيه لتقديم عمل وليس للعمل عند تركي آل الشيخ كشخص، عشان هي قالت عايزه اي شيخه او شيخ اشتغل عندهم. اخيرا وليس اخيرا نصيحتي لك كزميله واخت غاليه وكزوجه فنان كبير وصديق عزيز،
ليس كل ما نشعر به نشارك به من خلال التواصل الاجتماعي. والسلام ختام. والله انجزت واوجزت يا استاذ تامر. نتمنى فعلا هي مش كل حاجه تحس بيها، وكل ما حد يكتب لها كومنت سلبي تدخل تردح وتقل ادبها وتشتم في الناس. هو فعلا كل اللي راحوا مطلوبين في الشغل، هي مش مطلوبه، هي كان كل الطلبات عليها لانها فنانه تخينه بيجيبوها يتريقوا عليها. حضراتكم هاتوا كل افلامها اللي عملتها وكل مسلسلاتها اللي عملتها، ما كانتش بتطلب الا عشان كده بيجيبوها يتريقوا عليها. لكن من يوم ما خست وعملت النيو لوك اللي هي عاملاه دوت، خلاص هي كده صنفت نفسها واحده على تيك توك، تيك توكر مش اكتر من كده. تقعد على التيك توك وكبسوا كبسوا يا مراحب والكلام اللي بيقولوه ده، وبعت اسد وبعت ورده. لكن كفن انت خلاص ما تنش نفع تبقي فنانه، وانت شايفه نفسك ان ده اخرك، دي المنصه اللي تليق بيكي وقعدتي عليها. ولما الناس قالوا لك احنا شايفينك في احسن من كده، زعلتي من الناس وعايزه تديهم بالشبشب، فسيبوها يا جماعه هي وراحتها. في بقى زميله او صديقه للفنانه مها احمد اسمها بسمه النجدي، كاتبه بوست عنها كل شكر فيها ومدح فيها. فالفنانه مها احمد بتقول لها ايه: حبيبتي يا بسمه، والله انت اكتر واحده عارفاني وحفظاني، ربنا يديم المحبه ويكرمك، انت اجمل طاقه ايجابيه لكل اللي حواليكي، ربنا يديم المحبه، شكرا بجد من قلبي. طب تعالوا نشوفوا مها احمد اخيرا اتكلمت باسلوب كويس وبطريقه كويسه عن حد، ايه رايكم نشوفوا ديت قالت ايه عنها. قالت: فاكرين لما اتكلمت عن محمد صبحي من فترة، ووقت ما ابتدوا يهاجموه اتعملت حملة تشويه مرعبة عليه. النهاردة بقى في كلمتين محشورين في زوري عن فنانة، وبصراحة مش هعرف اسكت. مالها مها احمد يا جماعة؟ ايه كمية الشتيمة والتنمر اللي معمولة عليها وعلى مجدي كامل دي؟ بجد من امتى والجمهور عندنا قليل الادب كده؟ لا مش الجمهور قليل الادب، مها احمد هي قليلة الادب الى هذا الحد. مها احمد رمت تاريخها وقعدت على التيك توك، فين مجدي كامل من تصرفاتها؟ بلا بلا بلا، مها احمد ما عملتش حاجه، مش بتسرق من اوضكم واوض عيالكم، مها بتحاول يبقى عندها شغل وليها مصدر دخل، وده لا هو عيب ولا حرام. جيل بحاله جرى يستفيد من السوشيال ميديا وركب عربيات وفتح مطاعم وبقوا نجوم، كل اللي جاله احباط في البلد دي ومش لاقي شغل كانت السوشيال ميديا ملجأ ليه، بيعبر فيها عن رأيه، بيقول انا هنا انا موجود. تعرف ايه انت بقى عن مها؟ تعرف ايه عن بيتها، عن امومتها، قد ايه ضغطة نفسها عشان كل الالتزامات والمسؤوليات اللي عليها، ومع ذلك بتطلع تضحك في وشكم. احنا شفناش بتضحك، شفناها بتشتمنا بس، وبتتبسط من اي كلمة حلوة تطلع منكم. خرجتوها عن شعورها من كتر قلة الادب. للمرة التانية محدش قال ادب ولا هي اللي انسانة قلت الادب اللي شافتها. الست طلعت تقول انا ضامنه الجنه كلتوها، ده الصحابه ما قالوش احنا ضامنين الجنه، ما هي فعلا ضامنه جنه ربنا. انا احب عبد اذا ان ضامنه جنه ربنا اذا احب عبد تلاه، وهي راضيه بكل اللي جابه ربنا دلوقتي. مها احمد محتواها هابط وبيضيع تاريخها، امال ام خالد وام عمر وام جلامبو اللي بقيتوا بتتابعوهم وتشيروا فيديوهاتهم، لا وكمان بيستضيفوهم في تي في ثقافي راقي. وانا مش واخده بالي، بدل ما نتنمر على مها احمد نحترم فكره انها لحد دلوقتي عايزه تشتغل. طلعت قالت انا محتاجه شغل، قلت شحاته بتتسول، وانتوا لو مفيش شغل يعني مفيش فلوس تطلعوا تعملوا ثوره، ثوره واتس. سوري والله بحاول اقرا الكلام لان هي مقطعه. تعملوا ثوره وتسبوا وتلعنوا في المسؤولين، العيش عايز فلوس، العلاج عايز ارقام رهيبة، اقسم بالله بقيت بتخض من الغلا والمرار. مش على الكل، من حقكم تحاولوا تصرفوا على حياتكم وهي لأ. وبعدين يا شعب استغفر الله، ما انتوا اللي عملتوا الاسفاف قيمة، ما انتوا اللي ولادكم كلهم بقوا تيك توكر، ما انتوا اللي بتسقفوا قوي للمهرجانات ومركبين مطربين المهرجانات فيراري. خلاص بقى مها احمد اللي مبوظه حضرتكم المشرفه، شغلها اللي جايب لكم العار، نصبتوا حالكم حكام عليها وقضاه وجلادين، والواحد فيكم لو ربنا كشف الستر عنه هيكتشف هيتكسف يبص في المرايه. مها احمد مش الممثله الوحيده اللي اشتغلت على التيك توك، اللي محتاج واللي مش محتاج اشتغل، واسامي كبيره، وده مش عيب ولا غلط، بدليل ان كل لايف ليها
او ليهم بيكون عليه الوفات وملايين الناس. لو انت او انت فاكرين ان الشتيمة من ورا الشاشة مش ذنب تبقوا غلطانين، دي حرمة المؤمن اشد من حرمة الكعبة، ورد ربنا بيبقى قطعي. خليكم في حالكم، صلحوا نفسكم، انت هتتحاسب لوحدك وهتشيل شيلتك لوحدك، وربنا بس اللي عارف ظروف العباد. يا سيدي متضايق اعتزل ما يؤذيك، ما تتفرجش، محدش من اللي على التيك توك بيجي يجري من بيتكو يقعدك في اللايف. ثقافتك وشخصيتك شايفين ان ده اسفاف، اهرب، لكن تدخل تطلع عقدك وامراضك النفسية على البشر يبقى حرام عليك وربنا هيحاسبك. مجدي كامل ملوش اي اكونتات على السوشيال ميديا، ومش من حقك تشتمه، احنا بني ادمين وعندنا احساس ومشاعر، ومحدش هيستحمل كلمة وحشة على نفسه. واخيرا بقى، من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. والله ما شاء الله عليك، حضرتك مزيفة الحقائق كلها، بتعلموا ولادكم ان التنمر حرام، وقدوة ما شاء الله، عايشين على التنمر ليل ونهار، وارتقوا اثابكم الله. واما تلاقوا حد حابب يشتغل وما يتحوجش لحد تساعدوه مش تموتوه، مها على المستوى الشخصي جدعة جدا وطيبة قوي وحساسة، والله ما تطلعوش اسوأ ما فيها وتقولوا هي كده، لا هي مش كده، بس هي كأي بني ادم محتاج يرد وياخد حقه من اللي اذوه، حتى حقها ده بتنكروه عليها مش عارفة ليه، ومين سمح لكم بكده؟ بعد اذن الاستاذة طبعا انا هرد عليكي. مين اللي سمح لنا بكده؟ هي اللي سمحت لنا بكده، سمحت لنا بكده لما سألوا الفنان خالد صالح رحمة الله عليه، بيقولوا له ليه احنا ما نعرفش حاجة عن حياتك الخاصة؟ قال لهم لاني انا قافل دولابي، ما هو انا لو فتحت دولابي لازم الناس تقول رأيها في الهدوم اللي جواه، لكن انا قافل دولابي على هدومي، يعني قافل حياته الخاصه محدش يعرف عنها حاجه. وهي اللي ادتنا الفرصه ان احنا ندخل في حياتها باللي هي بتعمله بردها على الناس وبشتمتها على الناس، علشان كده الناس بيتنمروا عليها وبيردوا عليها شتيمه بشتيمه، ما هي بقت كلمه قصاد كلمه. هي اللي بقى نزلت بمستواها لمستوى الناس اللي بيتنمروا عليها. ياما فنانين اتشتموا، كانت احسن من عبد الحليم لما شتموه واقف يغني، ما عملش اللي هي بتعمله ده. هي لو كانت مكانه كانت قلعت الجزمة وحذفت الناس بيها. ربنا يهديها وإيانا.